السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا درس الدالة الأصلية، التمرين رقم 4. إذا التمرين يقول حدد مجموعة الدوال الأصلية للدوال التالية. حدد مجموعة الدوال الأصلية، دائما خصنا ننتبه للسؤال. مجموعة الدوال الأصلية دائما ملي كنلقى الدالة الأصلية راه كيكون عندنا التعبير زائد واحد الثابتة، دائما واحد الكونستانت كتنتمي لآخر. إذا نبدأ بأول دالة اللي هي f x يساوي 8 x 3 زائد 4 x كاري زائد x زائد 6. إذا نذكروا بأن الدالة الأصلية ديال a عدد ثابت هي a x. الدالة الأصلية ديال x أس n هي x هي 1 على n زائد 1 x أس n زائد 1، دائما زائد واحد ثابت. اذا وكذلك حتى اللي كان عندنا ا اكس اس ان، فهذه الداله الاصليه ديالها هي ا واحد على ان زائد واحد اكس ان زائد واحد. اذا الداله الاصليه اللي الداله اف لي اكس هي الداله غران اف لي اكس. إذا عندنا 8 إكس أس 3، إذا 8 الدالة الأصلية ديال إكس أس 3 غنطبق عليها هاد القاعدة، إذا هي 1 على 3 زائد 1 هي 4، إكس أس 3 زائد 1 اللي هي 4 زائد 4 إكس كاري، إذا 4 مضروبة في ماذا؟ إذا إكس كاري إكس أس 2، إذا هي 1 على 2 n زائد 1 أي 2 زائد 1 اللي هي 3 x أس 2 زائد 1 اللي هي 3 زائد x أس 1، إذا هنا x أس 1 إذا هي 1 على 1 زائد 1 اللي هي 2 x أس 1 زائد 1 اللي هي 2 زائد 6، إذا 6 عدد ثابت إذا هي 6 اكس زائد لاندا. لاندا ولا سي ولا كونستانت، لاندا عدد ثابت، بطبيعة الحال عدد ينتمي الى عدد حقيقي ثابت. الدالة الثانية اف الاكس يساوي 2 كوس اكس زائد او ناقص سينوس اكس ناقص 3. بالنسبة للكوس والسين كاين طريقة سهلة لتحديد الدالة الأصلية، كنعتمدو على الدائرة المثلثية. إذا الدائرة تكون عندنا هنا سين سين، هنا الكوس ناقص الكوس، وهنا ناقص السين. إذا في الدالة الأصلية في البريميتيف كنمشي في هذا المنحى هذا. إذا الدالة الأصلية ديال كوس إكس هي سين إكس، والدالة الأصلية ديال سين إكس هي ناقص كوس إكس. إذا بالنسبة للبريميتيف يعني الدالة الأصلية كنمشي في هذا المنحى، وبالنسبة للشقاق كنمشي في المنحى المعاكس. إذا هذا دالة أصلية يعني بريميتيف. إذا نطبقوا القاعدة. إذا عندنا إف دو إكس تساوي، عندنا جوج كوس إكس دائما عدد ثابت، إذا الأصلية ديال كا إف هي كا إف. إذا كندير الأصلية ديال الدالة إف، وبالتالي هنا غادي ندير الأصلية ديال الكوس إكس. إذا جوج مضروبة في الأصلية ديال كوس إكس، إذا كنا نشوف هذا المنحى اللي هي سينوس إكس ناقص الأصلية ديال سينوس إكس، إذا هي ناقص كوس إكس، إذا ناقص كوس إكس ناقص 3 عدد ثابت أي ناقص 3 إكس زائد لندا. إذا جوج سينوس إكس ناقص ناقص زائد كوس إكس ناقص 3 إكس زائد لندا. إف لي إكس تساوي جوج إكس سينوس إكس زائد إكس كاري كوس إكس. في الدوال الأصلية لإيجاد الدالة الأصلية دائما كنحاولو
نشوف الصيغة اللي مكتوب عليها الدالة. في صيغ الاشتقاق كما قريتو عندكم مجموعة من صيغ الاشتقاق. دونك الصيغة اللي غنستعملو في هاد الدالة هذه لإيجاد الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هي الصيغة اللي كتكون على هاد الشكل هذا U U بريم في زائد في بريم U. إذا الدالة الأصلية ديال الصيغة بحال هذه هي U في. إذا غنحاول أنا نلقى هاد الصيغة هذه عندي تما في التعبير. إذا غنحاول نكتبو إف لي إكس على شكل U بريم في زائد في بريم U. إذا إف لي إكس تساوي جوج إكس، هي الأصلية ديالها هي إكس كاري. إذا جوج إكس الأصلية ديالها هي إكس كاري. إذا هنا إكس كاري يمكن لي نعوض جوج إكس إكس كاري بريم سينوس إكس. إذا U بريم في زائد في بريم U. إذا زائد ماذا؟ إكس كاري. الأصلية ديال الكوس إكس هي سينوس إكس. إذا نضربها فاش؟ في السينوس ديال إكس بريم. إذا كما كتشوفو فعندنا هذه هي U. دونك U هي إكس كاري و في هي سينوس إكس. إذا الدالة الأصلية ديال هاد التعبير هذا غنطبق عليها القاعدة هي U في أي هي إكس كاري سينوس إكس زائد لندا، بحيث لندا عدد ثابت ينتمي إلى R. إف لي إكس تساوي 4 إكس زائد 5 أس 2. في صيغ الاشتقاق عندكم هاد الصيغة فيها الأس، فيها لا بويسونس. دونك هاد الصيغة كتكون على الشكل هذا، على شكل U بريم U أس N، بحيث الدالة الأصلية ديال هاد الصيغة هادي هي U هي واحد على N زائد واحد U أس N زائد واحد. إذا نحاول نكتبو الدالة F على هذا الشكل هذا. إذا بالنسبة لنا حنا U ممكن تكون هي التعبير اللي داخل الأس، يعني 4x زائد 5. إذا درنا الاشتقاق ديال 4x زائد 5 فغيعطيني الاشتقاق ديال 4x اللي هو 4 زائد الاشتقاق ديال 5 اللي هو 0، إذا كيعطينا 4. إذا الدالة F لX ممكن نكتبوها على هذا الشكل هذا، يعني نحاولو نضربو في 4 ونقسمو على 4. إذا هي 1 على 4 مضروبة في 4 مضروبة في 4 إكس زائد 5 الكل أس 2. هاد 4 هادي يمكن نعوضها بهاد التعبير هذا باش نلقى الصيغة اللي كنقلب عليها. إذا 1 على 4 4 إكس زائد 5 مضروبة في 4 إكس زائد 5 الكل أس 2. إذا دابا الآن لقينا الصيغة ديال U بريم U أس N هي هادي. إذا الدالة الأصلية تساوي 1 على 4. إذا الأصلية ديال U بريم U أس N هي 4. إذا هي 1 على N زائد 1 أي 1 على إن في هاد الحالة هي جوج، جوج زائد واحد ثلاثة، أربعة إكس زائد خمسة أس اثنان زائد واحد أي أس ثلاثة. نبسط الكتابة، واحد على أربعة في واحد على ثلاثة هي واحد على اثناش أربعة. إذن هنا مادام درنا أصلية دائما ضيف الثابتة لندا. إذا زائد 5 الكل أس 3 زائد لندا. لندا دائما عدد ينتمي، عدد ثابت ينتمي إلى R، عدد ثابت ومش متغير، عدد ثابت. F لـ X تساوي X أس 2 على X أس 3 زائد 2 الكل أو كاري. دائما متعطانيش دالة نحاول
نشوف الصيغة ديال الشقاق اللي قريبة لهاد الدالة هذه. إذا عندك الأس، إذا عندكم واحد الصيغة على هذا الشكل هذا بيبريم على يو كاري. إذا الأصلية ديالها هي ناقص واحد على يو. إذا نحاول نشوف واش في الإكس يمكن لي نكتبها على هذا الشكل هذا، على شكل بيبريم على يو كاري. إذا يو في هذه الحالة هي هاد التعبير اللي كاين داخل الأس، يعني إكس أس ثلاثة زائد جوج. إذا لا درنا لها الشقاق، الشقاق ديال إكس أس ثلاثة هو ثلاثة إكس كاري زائد صفر. إذا حنا عندنا إكس كاري، إذا يمكن لي نضيف داك ثلاثة. إذا إف لي إكس تساوي ماذا؟ إذا كنضرب في واحد على ثلاثة وكنضرب في ثلاثة إكس كاري على إكس أس ثلاثة زائد جوج الكل أس اثنان. إذا يمكن نعوض ثلاثة إكس كاري إكس أس ثلاثة زائد جوج بريم. إذا هي واحد على ثلاثة إكس أس ثلاثة زائد جوج بريم على إكس أس ثلاثة زائد جوج أو كاري. إذا دابا لقينا الصيغة ديال أو بريم على أو كاري، الأصلية ديالها هي ناقص واحد على أو. إذا الدالة إف دو إكس تساوي واحد على ثلاثة مضروبة في ماذا؟ في ناقص واحد على أو، أي ناقص واحد على إكس أس ثلاثة زائد اثنان زائد لندا. إذا يمكن لي نبسط الكتابة، ناقص نجيبها الأول. إذا هي واحد على ثلاثة عامل إكس أس ثلاثة زائد اثنان زائد لندا.